وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الصحافة، هيكون معانا الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق. صباح الخير ونهار الخير. صباح الخير، أهلا بيك. صباح الخير، أهلا بحضرتك. هنستعرض مع بعض أهم أخبار الصحف اليومية وبعدين نقول خبر خبر بالتفصيل إن شاء الله. تفضل. طيب الخبر الأول، مصر اليوم الصفحة الأولى، الشعب ينقسم في جمعة الرحيل. الأهرام الصفحة الأولى، الشعب يرفض العصيان. ثالث خبر من الشروق الصفحة الأولى، هتافات بإسقاط حكم العسكر أمام وزارة الدفاع. المصري اليوم الصفحة الأولى، المساجد والكنائس تتوحد ضد العصيان وخطباء الداعون إليه مفسدون. الأهرام الصفحة الأولى، التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر. المصري اليوم الصفحة الأولى، تقرير تقصي الحقائق يحمل الجماهير والأمن والمحافظة واتحاد الكرة مسؤولية مجزرة بورسعيد. الشروق الصفحة الأولى، الجنزوري لم أتلق إشارات على قروب تغيير حكومتي. المصري اليوم الصفحة الأولى، الإخوان ننتظر رد العسكري حول تشكيل حكومة ائتلافية. الأهرام الصفحة الأولى، أراضي للعاملين بالخارج تدر على الدولة 15 مليار دولار. الخبر الأبرز تقريبا اللي هو منشتات الثلاث صحف اللي احنا بنتناولها النهاردة، جمعة الرحيل وسبت العصيان. وما بين جمعة الرحيل وسبت العصيان كان هناك مساء أمس ما يشبه الحصار لمقر المجلس العسكري بوزارة الدفاع من ألاف المتظاهرين من جهة كوبري القبة أو من جهة نفق جامعة عين شمس. الجميع يهتف يسقط يسقط حكم العسكر. في شعور جارف لدى الثوار، انا بس عندي تحفظ على، عشان كده انا يعني معلم على كلمه الشعب ينقسم في جمعه الرحيل والشعب يرفض العصيان. كلمه شعب فيها تعميم مخل بما يحدث، لان الشعب مش منقسم تقريبا، الشعب معظمه مش متابع جيد للمطالب اللي تم طرحها خلال الأسبوع الماضي من عدد كبير من المتظاهرين أو عدد كبير من الثوار. وبرضو الشعب يرفض العصيان، عدد كبير من الناس مش فاهمة هو إيه عصيان مدني، عشان كده مش عارفين يقبلوه ولا يرفضوه. فكلمة الشعب فيها إخلال بالمعنى. المطالبات أمس انحصرت في رحيل المجلس العسكري فورا، الكشف عن مدبري مجزرة بورسعيد، سرعة مسؤول من قاموا بجرائم في مذبحة مزبيرو وفي مجلس الوزراء ومحمد محمود أمام القضاء، والإعلان على عن التحقيقات التي تمت معهم خلال هذه الفترة. هناك حالة من السخط والغضب لدى ثوار التحرير من أداء المجلس العسكري اللي مر على إدارته للبلاد عام اتهام بالفشل في المجال الأمني، في المجال الاقتصادي، في معظم المجالات. بس خلاص يعني هانت، هيسلم المجلس العسكري والله في حالة يعني، نركز بقى في حال البلد. جدار الثقة الذي بدأ عقب نزول دبابات القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011، واستقبلها الثوار بالهتاف الشعب والجيش إيد واحدة، واستقبلها واستقبل جنود الجيش الثوار استقبلوا جنود الجيش بالورود والهتافات. هذا الجدار تقريبا انهار بعد حمامات الدم التي استمرت على مدار عام، وبعد بيانات ووعود المجلس العسكري التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن. كان الوعد الأول سرعة تسليم السلطة في حد أقصى 6 شهور، هو سبتمبر اللي فات. بعد سبتمبر دخل وبدأنا في إجراء الانتخابات، وبعد الانتخابات بدأت المسائل تترحل ل 2012، وبعد كده لمنتصف 2012. ففي حالة شك دائم في كل ما يصدره المجلس العسكري من قرارات أو من وعود لدى الثوار، وهم محقين في هذا أيضا. طيب يعني احنا كده قلنا الخبر الأول والخبر الثاني، هتافات بإسقاط حكم العسكر أمام وزارة الدفاع. ده تقريبا هو نفس الخبر مرتبط، يعني ثلاث أخبار وإحنا بنعمل فوكس عليهم مرتبطين ببعض. حاجة تانية كنا حابين نلفت النظر عليها قبل ما ننقل المساجد والكنائس، وده ليه
علاقة بالخبر الأهرام، الشعب يرفض العصيان. دعوات العصيان هي مش دعوات عصيان، يعني حتى الآن معظم القوى السياسية حوالي 44، وفي بيان تاني طلع من 63، دعوة للإضراب العام. العصيان المدني هو مرحلة متقدمة جدا من الإضراب العام. ناس بتقول النهاردة دعوة لإضراب عام، بس الإضراب أو العصيان ده كان يعني دايما كان بيبقى ضد احتلال. احنا دلوقتي العصيان ده بنعمله مش صحيح خالص، مش صحيح. امال ايه؟ مش ضد، طب احنا يعني اصل احنا مصريين، فاحنا لما احنا بنعمل عصيان مدني احنا كده بنوقف حال بلدنا. احنا الإضراب مش لا احنا مش حال البلد واقف بفعل فاعل. فعل فاعل زي من وجهة نظر الثوار هو المجلس العسكري اللي طول في المرحلة الانتقالية. يعني فجأة حد كده يبقى عنده شغل ما مش هروح الشغل غير النهارده، معلومة حقه انه يضرب، ده حق مشروع كفلته كل القوانين وكل الدساتير في العالم، ان انا احتج بشكل سلمي ان انا امتنع من النزول من بس احنا منزلي. عندنا مشكلة بس ان احنا اي حاجة بتبدأ بشكل سلمي زي الثورة بدأت سلمية بعدين بتتحول تاني، بنلاقيها بقى مش سلمية خالص. اللي بيحولها الثورة غير الثوار لا يملكوا سلاح، الثوار لا يملكوا خرطوش ولا يملكوا قنابل بس مسيلة احنا المفروض للغاز. نبقى اتعلمنا ان اي حاجة بتبدأ سلمية ما بتستمرش سلمية. طيب. فاحنا خلاص احنا بقى كثوار عملنا الثورة عشان يعني نصلح حال البلد، ان احنا نشوف هننتج ازاي ونزود دخل البلد ازاي، مش احنا نوقف حالها وما اكتر. هي وسيلة الضغط المشروعة اللي اقدر اضغط بيها على من يدير البلاد حتى استعيد حقوقي؟ ما احنا عاملين اعتصامات في ميدان التحرير مش كافية؟ لا، ما هو اكتشفنا بعد فترة ان هذا الاعتصام غير كافي، ان الاعتصام يعني في وجهة نظر خليهم في ميدان التحرير واحنا ماشيين زي ما احنا. الناس كانت منتظرة من مجلس الشعب انه اللي هو ممكن يعبر عنها وعن وطموحاتها الثوار تحديدا، وانه يرفع سقف مطالبه بانه يطالب المجلس العسكري بجدول زمني محدد لفتح الترشح، انتخابات الرئاسه، وضع الهيئه التاسيسيه، الانتهاء من الدستور، الرحيل، وانه في خلال هذه الفتره يكون انتهى من محاكمات رموز النظام السابق وكثرة الثوار وكذا. ولكن هذا لم يحدث حتى من مجلس الشعب المنتخب بطريقة ديمقراطية، وكأن مجلس الشعب وأعضائه خذلوا الثوار. وهو ده لسان حال الناس امبارح، الناس شايفة ان مجلس الشعب اللي الناس وقفت طوابير طويلة عشان تنتخبه في الآخر سقف طموحه وقف مع أول حدث جلل وهو مجزرة بورسعيد، وقف عند توجيه اللوم والتقصير لوزير الداخلية. طب مجلس الشعب ده احنا اخترناه وكان يعني حاجة يعني مشرفة جدا وكان في انتخابات نزيهة، احنا اللي اخترناه. يعني نصبر شوية قصدي. لا، احنا في مقدمات بتؤدي إلى نتائج. مقدمات بتقول إن في 73 واحد مات في مجزرة بورسعيد. في احداث ما في لجنة تقصي حقائق وهنقتص من الجاني بس واحد. مش هنقتص من كل البلد. 12 واحد. فده ما كانش فيه يعني ادعى بمجلس الشعب ان هو يطرح الثقه، يطرحها الاول في حكومه الجنزوري وزير داخليته. كان المفروض الناس قاعده منتظره من الجلسه التي الطارئه التي اعقبت مذبحه بورسعيد ان يتم طرح الثقه بعد المناقشات الساخنه من كل الاطياف وكذا 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 وكذا، حتى وصل الدكتور عصام العريان بطلب موقع من 122 عضو انه يوجه تهمة الإهمال والتقصير لوزير الداخلية، وكأن سقف مجلس الشعب وقف عند تقديم اللوم والتقصير لوزير الداخلية فقط. طموح الناس كانت أكبر من كده. لو كان في إجراء أجرأ وأقوى بسحب الثقة من حكومة الجنزوري كانت الناس هتحس إن هي انتخبت مجلس بيعبر عنها، أما ما يبقاش، هتبقى الثورة بتطالب بإسقاط نظام مبارك، بعد كده بتطالب بإسقاط حكم العسكر، ومجلس الشعب يقف سقفه عند وزير الداخلية فقط. في حالة إحباط في ميادين مصر، حالة إحباط عند الثوار من أداء المجلس، مجلس الشعب وأعضائه، وطبعا من زمان من أداء المجلس العسكري. طيب الخبر الخامس اللي هو في الأهرام، التحقيقات تكشف. معلش قبل بس ما أوصل للخبر الخامس، المساجد والكنائس تتوحد ضد العصيان. قادلنا تقريبا 4 أيام رجالي الدين سواء الإسلامي ولا المسيحي بيحرموا على الناس فكرة الإضراب والعصيان المدني دون معرفة أو إلمام بمعنى العصيان المدني أو بمعنى الإضراب، لدرجة أن الشيخ علي جمعة طلع فسره امبارح في تصريحات صحفية تلفزيونية، قال
ان العصيان يعني معصية، وطبعا المعصية حرام، ده طبعا اسفاف ونوع من انواع التقليل من قدر حدث سياسي واقحام الدين بشكل او باخر في السياسة، وده غير مطلوب. عايز ارجع بس بالذاكرة قبل 11 فبراير 2011 شيخ الازهر يوم جمعة الرحيل صباحا طلع طلب من الناس عدم التظاهر، وافتى بحرمة التظاهر يوم 11 فبراير، وده كان يوم رحيل مبارك. وبعد كده بعد الثورة قال ان شهداء الثورة شهداء، وبدأ يفتح مكتبه للسياسيين ويستقبلهم. الشاهد، وده اللي فعله البابا شنودة رأس الكنيسة المصرية برضو، انحيازه المبارك وانظامه كان انحياز واضح، وانحيازه للمجلس العسكري بعد الثورة كان انحياز واضح. ندعو عدم تسييس المؤسسات الدينية، المؤسسات الدينية ليها دور، يسيبوا السياسة لأهلها، أدام الناس مش فاهمة، عشان لا يتهمهم أحد بأن هم سلطويين أو أن هم منحازين للسلطة بشكل أو بآخر. طيب، التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر. أنا لي تحفظ على العنوان التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر، تقريبا قدلنا 6 شهور نفس العنوان بيطلع بشكل أو بآخر. خطة تقسيم مصر 4 دويلات 5 دويلات 6 دويلات، وبعدين محدش لحد دلوقتي قال لنا مين اللي ورا مخططات تقسيم مصر. يعني هي كلها تسريبات صادرة من مصادر عسكرية أحيانا ومن مصادر قضائية أحيانا، واللي بيصدر هذه المعلومات أو هذه التسريبات لازم تكون عينه على خريطة مصر وعينه على طبيعة السكان، ديموغرافيا السكان في مصر. من الصعب أن مصر يتم تقسيمها لجزء مسلم وجزء مسيحي، أو جزء في سيناء وجزء تاني في الوادي. مصر كيان واحد أديله تقريبا 7000 سنة، حصل أنها اتقسمت مرة، اتوحدت بعديها مرة، ومنذ ذلك الحين لم تنقسم مصر، لأن طبيعة الشعب المصري ضد التفكيك. أعتقد برضو أن مصر مش تتقسم إن شاء الله. الخبر السادس من مصر اليوم، تقرير تقصي الحقائق يحمل الجماهير والأمن والمحافظة واتحاد الكرة مسؤولية مجزرة بورسعيد. تقرير تقصي الحقائق اللي أنا قريته في مصر اليوم نقلا عن أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق اللي رفض الزميل اللي كتب الخبر أنه يكشف عنه، أو رفضت الجريدة أنها تكشف عنه، بيحمل الجماهير والأمن والمحافظة واتحاد الكرة مسؤولية مجزرة بورسعيد. في من يومين 3 أحد أعضاء اللجنة أيضا سرب لبعض الصحف أخبار أن في 3 من أعضاء الحزب الوطني الكبار في بورسعيد هم من وراء هذه المؤامرة، وبعض الفضائيات سمت حد قريب جدا من جمال مبارك ومن حسين سالم. كنا نرجع لنقطة أن الجماهير والأمن والمحافظة واتحاد الكرة هم المسؤولين، ونبعد عن المؤامرة يبقى في خلل ما في التسريبات اللي تمت من كام يوم. الخبر السابع من جريدة الشروق، الجنزوري لم أتلقى إشارات على قروب على قرب تغيير حكومتي. الشروق كانت نشرت منشط امبارح الأربع، استقالة الحكومة خلال أيام، والإخوان يبدأون مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية. كما تابعنا كمان في عدد كبير من الصحف والفضائيات امبارح، بدأوا قيادات جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسي حزب الحرية والعدالة يقولوا ان احنا طلبنا من العسكري بالفعل تشكيل حكومة انقاذ وطني او حكومة ائتلافية لإدارة المرحلة الانتقالية. معظم السياسيين اجمعوا ان حكومة الجنزوري فشلت في تحقيق طموحات الناس وحل عدد كبير من المشاكل وإدارة عدد كبير من الملفات الهامة، وبالتالي نحتاج إلى حكومة يكون لها سند في البرلمان اللي الناس انتخبته بشكل ديمقراطي، حكومة تعبر عن الوزن النسبي لكل كتلة سياسية أو كل حزب سياسي في البرلمان، وبالتالي فكرة سحب الثقة منها أو أن يبقى في احتجاجات عليها هتكون أقل، لأن هي حكومة معبرة عن صندوق الانتخابات. الإخوان ننتظر رد العسكري حول تشكيل حكومة ائتلافية. الخبر ليس ببعيد، المصري اليوم نقلا عن مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة قايل كلام صريح لا يحتمل التأويل، على أن الجماعة عرضت على المجلس العسكري تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وأنها
تنتظر رد على هذا العرض، وكأنه في رد على الكلام اللي قايله كمال الجنزوري: لم أتلقى إشارات على قرب تغيير حكومتي. في مشاورات بدأت بالفعل، جماعة الإخوان المسلمين طلبت من المجلس العسكري بالفعل، كون إن الدكتور كمال الجنزوري مش عارف دي تبقى أزمة. الأهرام الصفحة الأولى: أراضي للعاملين بالخارج تدر على الدولة 15 مليار دولار. والله ده الخبر تقريبا المفرح، في خبر فيه فلوس، فيه فلوس والناس قلقانة جدا من إن الاقتصاد بيتراجع طول الوقت، وبرضه هرجع أقول تراجع الاقتصاد طول الوقت وضعف الاستثمارات الأجنبية طول الوقت ناتج عن حالة القلاقل اللي موجودة في مصر. مسؤول عن هذه القلاقل من يدير الدولة؟ من يدير الدولة هو المجلس العسكري. طيب نورتنا النهاردة، ربنا يخليك. نفسنا في أخبار مفرحة إن شاء الله، هيبقى في إن شاء الله، إن شاء الله مصر طالعة لقدام بإذن الله. طيب الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق كان منورنا النهارده، في نهارك سعيد. بس خلصت فقرتنا، وتابعونا بعد الفاصل.